بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذه الأبيات للإمام الشافعي تفيض بعزة النفس والقناعة: بلوت بني الدنيا فلم أر فيهم سوى من غدا والبخل ملأ أهابه، فجردت من غمد القناعة صارما، قطعت رجائي منهم بذبابه، فلا ذا يراني واقفا في طريقه، ولا ذا يراني قاعدا عند بابه، غني بلا مال عن الناس كلهم، وليس الغنى إلا عن الشيء لا به، إذا ما ظالم استحسن الظلم مذهبا، ولج عتوا في قبيح اكتسابه، فكله إلى صرف الليالي فإنها ستبدي له ما لم يكن في حسابه، فكم قد رأينا ظالما متمردا يرى النجم تيها تحت ظل ركابه، فعما قليل وهو في غفلاته أناخت صروف الحادثات ببابه، فأصبح لا مال له ولا جاه يرتجى ولا حسنات تلتقى في كتابه، وجوزي بالأمر الذي كان فاعلا، وصب عليه الله صوت عذابه.